نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن ناصر؟ عامل ايه؟ تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، عصام عرابي، الكابتن علاء عبد الرحمن، الكابتن جلال. منور يا كابتن. اهلا وسهلا. الله يخليك. بدايه مبروك نادي سموحه وهارد لك للنادي الاهلي. مباراه النهارده كابتن بلال هي صعبه، يعني في تقييمها تحكيميا هي كانت مباراه صعبه نتيجه الاحداث والاختبارات اللي كانت داخل مناطق الجزاء، ودي كانت اختبارات للحكم محمود البنا. صعبه ايضا النتيجه كمان كانت قريبه في الفتره الاخرانيه في اخر ربع ساعه، دي صعبت ماموريه طاقم التحكيم فيها. محمود البنا يمكن دي المباراه الرابعه لهذا الموسم للنادي الاهلي. ادار في المره الاولى كان ادار الاهلي وسموحه كابتن عادل في الاسبوع السادس، الاهلي كسب 4-1. ادار مباراه ثانيه الاهلي وبيراميدز، الاهلي كسب 3-0. المباراه الثالثه كانت بالنسبه له كانت الاهلي طلع الجيش، كانت التعادل السلبي، ودي المباراه الرابعه بالنسبه له للنادي الاهلي. اعتقد كان في ثلاث مباريات كلهم والرابعه كان اداء متميز وثابت كابتن علاء، من الحكام اللي مستواهم دايما ان ما طلعش ما بينزلش، ولكن انا بس في البدايه هو ادى مباراه جيده كحكم ميدان، ولكن السؤال هنا انا بتكلم على تقنيه الفار. يعني يجب ان هي تكون تقنيه الفار بتشتغل بمعايير يا كابتن علاء. ما ينفعش انا اجيب حكم في حاله وفي حاله ثانيه ما اجيبوش. صح. يعني النهارده بتكلم على حكم تقنيه الفار، الفار النهارده اتعمل عشان خاطر تحقيق العداله، خاصه في الحالات اللي هي بتبقى حالات جدليه. البنا حسب ركله جزاء اللي هي بداعي لمس الكره باليد، الفار جابه. انا كنت اتمنى من الفار ان يبقى المعيار واحد في استدعاء الحكم. مش هتكلم كلام مرسل، ولكن انا شايف النهارده الفار كان بيشتغل بمزاج، ودي مشكلتنا عندنا احنا، الفار النهارده بيشتغل بمزاج كابتن علاء، نجيب وقت ما احنا عاوزين وما نجيبش وقت ما احنا عاوزين. عندي حاله مهمه جدا 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 من اربع حالات داخل الصندوق، يعني شوف اربع اختبارات للبنا داخل الصندوق، عندي حاله مهمه جدا وهنشوفها هنا. انما عاوز اقول ان تقنيه الفار يجب ان حكم الفار لابد النهارده يشتغل بمعيار واحد يا كابتن علاء في كل الحالات اللي بتبقى موجوده لطاقم التحكيم. البنا النهارده كان موجود حكم الميدان كان محمود ابو رجال اللي هو حكم راح كاس عالم، النهارده كان مساعد رقم واحد، يوسف البساطي كان مساعد رقم اثنين، عمرو رمضان الحكم الرابع، وكان على تقنيه الفيديو او الفار كان عمرو الشناوي وكان محمد محمود لطفي. هنروح للحاله الاولى كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن عادل. السؤال هنا هذه الحاله ومع بعض نشوف، بس يعني بنتكلم هنا في استخدام الكوع او الذراع يا كابتن ايمن في هذه الحاله. لما بنتكلم في هذه الحاله حاله من الحالات المهمه جدا. سمير بعد اذنك انا عاوز اللقطه اللي هي بسرعه. ده كان موجه كمان ل، بص يا كابتن انا عاوز بس اشوف الكوع، الايد هنا، الايد هنا، هنا في نيه ايذاء. يعني انا بتكلم يا جماعه من فضلكم استخدام المرفق في الوجه. لابد النهارده انا كفار يا كابتن احمد استدعي الحكم. هو هنا البنا اشهر بطاقة الصفراء، ولكن شوف هنا الكوع في الوجه، انت جاي من مسافه وجاي من سرعه وجاي بالقوه في الوجه، كان على الاقل يا عمرو تستدعي البنا في هذه الحاله هو ياخد قراره. هل هي تستوجب التهور؟ هل هي ترتقي او تعلى شويه لاستخدام القوة الزايده في هذه الحاله؟ انا شايف ان هنا كان يجب استدعاء الحكم من وجهه نظري، على الاقل جيب البنا وخليه يشوف ياخد القرار. دي حاله، الحاله الاولى اللي معانا هنا. شوف هنا انا شايف ان هنا ده انا بسميه استخدام قوه زايده، كان هناك بطاقه حمراء مفقوده في هذه الحاله. على فكره اللعبه دي في اول دقيقه. طب خلينا نمر للحاله اللي بعد كده. الحاله دي مهمه جدا جدا، ونشوف بنا هنا قريب جدا جدا وخلى اللعبه توصل، وده قراره لان التفاصيل مش موجوده، ولكن انا هرجع لتقنيه الفار. مظبوط. واحده واحده يا كابتن معايا. هنا اللاعب لم ينجح، وهنا الكره عدت ومرت وراح رايح هنا ستوب. لطش هنا بالستارز في الرجل من تحت، لطش. هنا تاني، نرجع تاني يا سمير بعد اذنك. نرجع تاني هنا. هنا المدافع هنا راح يلعب، الكره عدت وراح مكمل في الرجل. دي حاله يا كابتن لازم الفار هنا يجيب الحكم. طبعا. ركله جزاء انا بقول من وجهه نظري هنا دي صحيحه، لم تحتسب لمحمد الشريف، وماليش علاقه بسكوت محمد الشريف او هو نط، ولكن العبره هنا بالبوينت اوف كونتاكت. هل القدم بتاعه المدافع راحت في رجل شريف؟ راحت لمسه وهو رايح ما نجحش في لعب الكره، وبالتالي هنا
يا عمرو كان يجب عليك استدعاء الحكم. دي يمكن من الحالات المهمه جدا جدا، انا شايف انك ركله جزاء لم تحتسب لي محمد الشريف في هذه الحاله. تاني كده سمير معلش عشان نوضح هنا البوينت اوف كونتاكت هنا. شوف بس بس هرجع بس لحظه التلامس. شريف هنا شال رجله، انا بشيل رجلي ولكن هنا في لطشه في الرجل يا كابتن. لو شريف ما رفعش رجله كانت المخالفه هتبان بنسبه كبيره جدا جدا. الحاله اللي بعد كده هنا المطالبه بركله الجزاء، الحكم البنا طبعا قريب والنهارده ادى البنا بشكل كويس قوي قوي كابتن ايمن مباراه. هل هناك مخالفه؟ نشوف اكتر من زاويه في هذه الحاله. هل نجح؟ هل هنا في مخالفه من اللاعب المدافع يا كابتن؟ نشوف نمر، نشوف الراجل عدى على الفاضي، نمر تاني. وهنا السكوت سكوت مصطنع، لا توجد اي مخالفه في هذه الحاله. وبالتالي هنا استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم محمود البنا. السكوت هنا ليس له اي مبرر.